السلام عليكم، تبارك الله الاصدقاء. بحكم العلاقه ديالي مع مجموعه ديال الناس اللي تعرفوا انني كندير التعليم، تطرحوا عليا واحد السؤال: علاش الاستاذ اليوم التلاميذ ما بقاش عندهم التحصيل الدراسي؟ علاش التلاميذ ما بقاوش يركزوا؟ وطبعا هذا الامر هذا تنلاحظوه من الدراري الصغار، يعني من لاكريش ابتدائي كوليج وحتى للثانوي. انا بالنسبه لي هذا الامر هذا صعيب انه واحد الانسان يجاوب عليه ويكون الجواب ديالو علمي واكاديمي، لانه تحتاج الى مؤسسات والى دراسات والى ابحاث. لكن رايي المتواضع من خلال التجربه ديالي ومن خلال الخبره ديالي ومن خلال المعلومات اللي قريت، ان العامل الاول اللي خلى التلاميذ اليوم ما بقاوش يحصلوا مزيان الدراسه ديالهم هو تشتت الانتباه. وطبعا هذا الامر هذا بدا طبعا منذ بدايه وسائل التواصل الاجتماعي، كنتكلموا على من 2010 للفوق، لان فعلا كاين مجموعه ديال الدراسات العلميه ومجموعه ديال البحوث تاكد بان تشتت الانتباه هو السر الاساسي ديال عدم التحصيل الدراسي عند الاطفال اليوم. وتشتت الانتباه السبب الاساسي ديالو كلنا كنعرفوها هو الهاتف، هو الاستعمار المفرط اللي كنشوفوه اليوم ديال الهاتف وديال الكونيكسيون. والكتاب اللي كنت قريت في 2016 وكان طفره نوعيه صراحه في هذا الموضوع هو كتاب ديال سوزان غرانفيندل، كتاب تحت عنوان تغير العقل، كيف تترك التقنيه الرقميه بصمتها على ادمغتنا. واللي عجبني في الكتاب هو انه مدير تقريبا مدير بواحد المئات ديال الدراسات العلميه المحكمه. وفعلا في هذا الكتاب بينت بان تنتكلموا على نموذج جديد، كما تكلمنا على النموذج تقول لي في المقدمه على النموذج ديال تغير المناخ، وانه خصنا نديروا استراتيجيه جديده باش نتعاملوا مع المناخ، تقول حتى الدمار ديالنا اليوم النموذج اللي خصنا نتعاملوا به من دراسه في الاعلام في الصحافه في كل شيء خصو يتبدل. لكن المشكله هو ان الاباء والعائلات والمحيط الاجتماعي هما ضحايا هذا الواقع، لماذا ما قدرناش نديروا واحد التشخيص موضوعي ليهم؟ والدي اللي يشوفوا معايا غير الاطفال والمراهقين انهم ما بقاوش يقدروا يشوفوا حتى الافلام اللي نورمالمون كانت ممتعه وكان الناس يتبعوها، ولا تيشوفوا ملخصات الافلام، بمعنى ان التركيز الانسان والانتباه ديالو ما بقاش يقدر يفوت واحد الوقت وجيز. وهنا كان واحد الكتاب كتبه واحد الكاتب معروف في فرنسا كذلك اللي هو حضاره السمكه الحمراء، لا سيفيزاسيون دو بواسون روج، ولكن درت له واحد المراجعه في لاشين ديالي في يوتيوب. ولكن عموما انا بالنسبه لي انه من الازمات اللي فعلا تتخلي التحصيل الدراسي يكون ضعيف عند الاطفال وعند المراهقين اليوم، راه ماشي ان هاد التلاميذ مكلخين او انهم مذكيينش او انهم عندهم جوانب اخرى. الجانب الاساسي هو النظام الاجتماعي والنظام الثقافي وطريقه تلقي المعلومات تبدلات. وزيد على ذلك بالنسبه لي انا ايضا حتى الطريقه ديال التعلم في المدرسه ما غاديهاش مع شنو كاين في خارج المدرسه. تخيل معايا التلميذ تلقى بصريا يوميا واحد العدد كبير ديال الفيديوهات والالعاب اللي التغذيه ديالو البصريه ممتازه جدا. ملي تيجي القسم تلقى استاذ ما عندوش ادوات، ما عندوش لاطاشو، طباشير في السبوره، طريقه تقليديه في التدريس، هادشي كله كذلك حتى هو تيساهم في هذا المشكل ديال ضعف التحصيل الدراسي.